بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في مجلس إدارة الاستضافة في الندوة دور المستشفيات في إنقاذ صناعة العشر. سعيد معالي وزير الثقافة والدكتور أنس عبد الدايم والسيادة الأمين العام الدكتور هشام الخزن و معنا رئيس اللجنة الكريم الدكتور خالد العمري. والحقيقة نرحب بكم، أهلا وسهلا بكم في زملاء في اللجنة، أهلا وسهلا بكم في هذه الندوة اللي أرجو إن شاء الله أن نضيف لجنة لأسئلتنا كثيرة في مهمتنا وفي إنقاذ صناعة النشر من المخاطر اللي هو التحديات اللي بتدور فيها. معانا الزملاء الفاضل، بنبدا من اليمين الدكتور محمد حجازي استشاري التشريعات التحول الرقمي وعضو لجنه الثقافه الرقميه والبنيه المعلوماتيه الثقافيه. الدكتور اسامه لطفي مقرب لجنه حمايه الملكيه الفكريه المجلس الأعلى للثقافة والمستشار القانوني لاتحاد الناشئين المصريين والعرب، أستاذ القانون بجامعة بني سويف وخبير الملكية الفكرية المعتمد بالوايبو. والحقيقة أنا يعني أنا بقول إنه يعني الملكية الفكرية يعني الدكتور حسام لطفي الحقيقة لما له فضل في هذا المجال، فيعني طبعاً يشرفنا ويسعدنا إن شاء الله نستمع إليه دايماً. والضيف الكريم الثالث الدكتور ابراهيم الياس استاذ القانون الدولي وعضو لجنه القانون بالمجلس الاعلى للثقافه ووكيل كليه الحقوق جامعه الحديده. اهلا وسهلا بكم وضيوفنا الكرام. الحقيقه احنا يعني من الاساسيات المهمه جدا بالنسبه لصناعه النشر اللي هو البيئه التشريعيه والتشريعات الحاميه او المنظومه لصناعه النشر او لاي صناعه. البيئه القانونيه لها اثر فعال في يعني فصل في الخلافات او الامور او التحديات اللي بتواجه الصناعه ايا كان اي صناعه مش صناعه النشر فقط. بيبقى معاها اكثر من اتجاه هو ثقافه القائمين على المهنه نفسهم ومعرفتهم لهذه القوانين، معرفة حقوق الواجبات ليست حقوق منفصلة عن الواجبات. دور الدولة ووسائل الإعلام المختلفة لها دور كبير جدا في هذا المجال. الناشر مع المؤلف اللي هم واجهين بعملة واحدة في النهاية بنقدم المنتج أو الداعي الفكري للمتلقي في كل مكان في العالم. يكلمنا الاول الدكتور محمد حجازي دور القانون في حمايه الملكيه الفكريه من النواحي العمليه وعلى الاخص الرقمي، الجانب الرقمي والواقع اللي موجود دلوقتي في المنصات والمواقع الالكترونيه الحقيقه اللي ازداد عددها بشكل يعني احيانا اذا كانت ماشيه بشكل قانوني وتطيع بشكل جيد وبما يحفظ حقوق المؤلف والناشر اهلا وسهلا بهذا العمل. اما الاغلب العام اللي هي اهدار حقوق المؤلف والناشر وده الحقيقه بيسبب يعني خطر داهم على صناعه النشر. بنخرج بالكلام لمحدثنا الدكتور محمد حجازي بنستاذن بس يعني يا ريت لكم ربع ساعه او ساعه بس نتكلم على اشكاليه من الاشكاليات الحقيقه الكبيره جدا هي التحديات اللي بتواجه صناعه النشر في العصر. يمكن سعيد بيه وهو بيقول محمد بيتكلم على اطار التشريع، الحقيقه
عمل لكم فرق بيتكلم على الاطار التشريعي، لما تيجي تروح تاني يتكلم على الاطار التشريعي. انما الحقيقه هروح لمنحى مختلف حبتين عن اللي دايما بنقوله واحنا بنتكلم على اي مشكله على الارض. اي مشكله على الارض دايما بتيجي نقول ايه؟ قوانين مش كافيه، العقوبات مش فعاله، التنفيذ بعافيه حبتين، فاحنا عندنا مشاكل كبيره جدا فمحتاجين نغلط العقوبه، وكانه اقصى حاجه ان انا اغلط العقوبه وان تغليظ العقوبه هي الحل. الحقيقه ما هيش الحل. الحل اني اشوف هي المشكله اساسا جايه منين. المشكله النهارده انه النمط اختلف، نمط القارئ اختلف، الوسائط المختلفه اللي بقت موجوده النهارده وانتشار شبكه الانترنت فرضت الحقيقه نمط جديد لصناعه النشر في العالم، للبزنس الموديل اختلف، النموذج ده اختلف. وبالتالي هل يا ترى احنا واخدين بالنا من انه في تغيير بيحصل على الارض ولا لا؟ ولا ما زلنا عايزين نبص على الكتاب الرقمي، الكتاب المطبوع، تمام، ومشاكل الكتاب المطبوع، وانا عندي نسبه كبيره جدا من الشباب ما بتبصش على الورق، بتبص على الانترنت، بتبص على الموبايل، بتبص على البيئه الرقميه. هل النهارده كناشرين قدرنا اننا نروح لده، ولا وقفنا عند فكره النشر الالكتروني، فكره البي دي اف فايل للكتاب، تمام، اللي دايما مشاكله كبيره جدا في اني بضرب الملف البي دي اف وبيتقرصن، في انه الناس وانس انه تحول الملف لنسخه الكترونيه فابتدت انها تنتشر بشكل كبير جدا. طيب هو احنا لو بنبص على الحاله اللي احنا عايشين فيها النهارده، هل يا ترى حد يعرف عدد مستخدمين الانترنت في العالم قد ايه وفي مصر قد ايه؟ طب مستخدمين الانترنت دول انهي فئات عمريه؟ الفئات العمريه دي بتبص على ايه على الانترنت؟ الكلام ده الحقيقه مهم جدا وانا بخطط لاي بزنس وانا بحاول اشوف حل المشكله اللي موجوده عندي. انا هعرض على حضراتكم مجموعه ارقام كده سريعا جدا، يعني مش هقف قدامها كتير لاني عايز اتكلم الحقيقه على روشته علاج من وجهه نظري. يمكن واحنا بنتكلم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت، دي احصاءات الحقيقه ده يعني احصاء سنه يناير 2021. لو بصينا على العالم احنا عندنا عدد مستخدمين انترنت في العالم 4.6 مليار او تقريبا 7.1، يعني تقريبا حوالي 60% من عدد سكان العالم بيستخدموا الانترنت. طيب واللي بيستخدم السوشيال ميديا في العالم 4.2 مليار، تقريبا 53% من عدد السكان في العالم. طيب نسب النمو شكلها عامل ازاي؟ عشان ابص بقى على البيزنس بتاعي، هو البيزنس بتاعي هيظل على الارض ولا هروح للدجل؟ اوكي، ده كلام مهم جدا اننا نبقى فاهمينه واحنا بنخطط للبيزنس بتاعنا. عندنا الحقيقه 7.3 نسبه نمو في عدد مستخدمين الانترنت في العالم، يعني كل سنه بيزيدوا ب 7.3. الناس اللي بتستخدم السوشيال ميديا بتزيد ب 13%. اوكي؟ فده رقم كبير جدا، ده معناه ايه؟ معناه ان انا لازم ما ابصش على السوشيال ميديا على انها عدو، لا، انا لازم ابص على السوشيال ميديا انها من الممكن انها تبقى بالنسبه لي وسيله اني استخدمها في البيزنس بتاعي بطريقه او باخرى. اي كوميرس، التجاره الالكترونيه، طبعا بالتاكيد منها يعني المحتوى الثقافي والكتب وخلافه.
لما نيجي نبص عليها الارقام الحقيقه ان شاء الله يعني اقرا الارقام عشان الارقام تلاقيها قدام حضراتكم وهبقى اسيب البرزنتيشن بعد كده للجنه تمام. ده معناها ايه؟ معناها انه هناك نمو متسارع في التجاره الالكترونيه في العالم وخصوصا في المنتجات اللي ما فيهاش فلسفه دليفري، اللي مش محتاجه ان انا اقدر اخلق نماذج عمل اقدر اني اقدم فيها الخدمه من غير ما يبقى عندي لوجستيات بقى كبيره جدا في النص. طيب ده العالم. طب في مصر هل احنا بعيد ولا قريب من المنطقه دي؟ ارقام دي تاني زي ما قلت لحضراتكم دي ارقام يناير 21 يعني لسه طازه. عندنا عدد مستخدمين الانترنت 59 مليون في بلد نسبه الاميه فيها وفقا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء 24%. عندنا عدد مستخدمين السوشيال ميديا 49 مليون، يعني تقريبا نص سكان مصر بتستخدم ايه؟ السوشيال ميديا. اوكي. الموبايل طبعا 95 مليون. الحقيقه الارقام دي انا مش جايبها عشان يعني اوضح الاعداد وخلاص، انا بس بدي انديكيتورز اوكي لاي مدى اللي هيروح للديجيتال، اللي هيبتدي انه يغير البيزنس موديل بتاعه علشان يتواكب مع اللي بيحصل في العالم، هو ده اللي هياخد الكحك. طول ما احنا عمالين بنفكر في ال في القرصنه التقليديه ومحسن المتطلبات نزلت ولا ما نزلتش والضابط ده فاهم ولا مش فاهم والكتاب ده مزور ولا منسوخ والقصص الكبيره هنتكلم يعني مع بعض. انما النهارده وانا بتكلم على الديجيتال الحقيقه هناك اليات للحمايه واليات للحمايه فنيه كبيره جدا في المساله دي. طيب مش عايز اقول التوزيع الديموغرافي او السن والذكور ولا الاناث والاعمار وكل القصص دي، طبعا مهم جدا اننا نبقى بنبص عليها، وانا حتى بعمل السيجمنتيشن بتاع نوعيات الكتب المختلفه اللي انا بعملها تمام، سواء كانت كتب اطفال، كتب كبار، كتب طبيه، حاجات رعب، حاجات رومانسي، كل القصص دي من ممكن اننا نقدر اننا نوجهها وفقا للاحصائيات والبيانات اللي بتبقى موجوده قدامنا. طيب خليني مش ده دي شريحه الحقيقه او سلايد بتوضح لنا هو المصريين بيقعدوا على كل حاجه من الحاجات اللي قدامنا دي عدد ساعات قد ايه في اليوم. فلما نيجي نبص على انه انا بقعد على السوشيال ميديا ثلاث ساعات ونص او اكثر من ثلاث ساعات ونص في اليوم، الناس بتلعب ساعه تقريبا تمام، الناس بتقرا وبتبتدي تبص على المحتوى ساعتين وثلث تقريبا، الارقام دي الحقيقه محتاجه حد ياخدها ويبتدي يشتغل عليها عشان يطلع منها معلومات مفيده للبزنس بشكل كبير. شرف كتير بقى قدام الارقام دي، انا بس حبيت ادي لحضراتكم صوره كده للي بيحصل على العالم. انا جاي من قبل كده كنت بشتغل في مركز معلومات مجلس الوزراء،
القدرة وبعدين وزارة الاتصالات ودلوقتي عضو لجنة الثقافة الرقمية، وبتشتغل على موضوعات مختلفة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولنا كبير الحقيقة في موضوعات الملكية الفكرية والقانون. طيب هل النهارده واحنا بنتكلم على مشاكل صناعة النشر ومشاكل الكتب، هل مشاكل الكتب هي القرصنة بس؟ ما هياش المعارض؟ ما هياش النقل؟ طب أنا عندي آلية الحقيقة كبيرة جدا لأني أقدر أعمل معارض افتراضية من خلال الإنترنت. من الممكن إنه العيب أو التحدي اللي البعض شايفه في الأوديو بوكس أو الكتب الصوتية النهاردة اللي ابتدت إنها تنتشر بشكل كبير جدا، من الممكن إنها تبقى واحدة من المزايا اللي تبقى الناشرين بتشتغل عليها بدل ما نبقى بنتكلم على مشاكل الطباعة ومشاكل النشر الرقمي. أنا عارف إنه الكلام اللي أنا بقوله قد يكون شوية يعني عكس كل الكلام اللي ممكن يبقى بيتقال، انما ده الحقيقه اللي عايز يركز على المستقبل على اللي جاي. طيب عندنا الحقيقه شويه اشكاليات مهمه جدا. نمره واحد، عندنا تكنولوجي او تطبيقات تكنولوجيه دقيق يعني فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي او الارتفيشال انتليجنس. هل تعلموا حضراتكم انه في حالات حصلت بالفعل انه تم تاليف كتب بواسطه تطبيقات الاي اي؟ ما هياش مظبوطه قوي، تمام؟ ما هياش فيها يعني ابداع وابتكار، ويعني حتى صياغتها ما هياش مفهومه قوي لانها لسه تجارب اولانيه. انما مع الوقت ده هيحصل. اوكي، طب غير ان الاي اي بتقلل، هو انا ما اقدرش استخدم الاي اي علشان احلل البيهيفير او السلوك بتاع المستخدمين، تمام؟ وهم بيبصوا على المحتوى الرقمي اللي موجود، وبالتالي انا هبقى قادر اوصل لايه المزايا اللي او المجالات اللي اقدر اني اشتغل عليها واوجه البيزنس بتاعي فيها بطريقه مظبوطه. الكتب الصوتيه دي واحده من الحاجات الحقيقه اللي ابتدت تنتشر بشكل كبير جدا جدا. نتيجه ايه؟ نتيجه مشكله الحقيقه من وجهه نظري الناشرين بتعملها، انها ما بقتش بتنشر للمؤلفين غير المعروفين. اوكي؟ وبالتالي المؤلف اللي مش معروف النهارده بقى عاوز يعمل ايه؟ بقى عايز يبقى موجود، وهو ما عندوش القدره الماليه انه يطبع وينشر، فبقى بيعمل ايه؟ بقى بيروح للكتاب الصوتي. وفي نفس الوقت وانا بتكلم على مستخدمين الانترنت اللي عمرهم او الشريحه الفعاله اللي فيهم بتتكلم من 13 14 سنه لحد 35 سنه، ما بقوش عايزين يقروا، بقوا عايزين يسمعوا. اوكي؟ وبالتالي دي واحده من الحاجات الحقيقه اللي مهمه جدا اننا نبقى بنبص عليها. طيب تغيير نمط القرايه، تغيير العادات بتاعه القرايه، ان انا لازم يبقى الكتاب وفي ايدي وهقرا وهقعد عليه لحد ما اخلصه والكلام ده كله، تمام؟ الحقيقه ده النهارده مع نمط الحياه اللي احنا عايشينها ما بقاش موجود. بقى عندي الحقيقه تكنولوجيات تسمح لي اني اتواكب مع انماط الاستخدام او عادات القراءه اللي موجوده عند المستخدمين، وبالمناسبه وممكن تبقى بتتلافى فكره الثمن الغالي بتاع الكتاب، او اللي البعض بيبقى شايف نتيجه انخفاض الدخول انه الكتاب غالي. اوكي؟ انا هدي لك امكانيه انك تقرا الكتاب وانس برقم صغير. اوكي؟
ومفيش امكانيه انك لا هتسجله ولا هتنسخ منه ولا هتطبع منه حاجه. كل دي تقنيات موجوده الحقيقه وقديمه، ما هياش جديده، تمام؟ بس المهم ان انا ابص عليها بطريقه او اخرى. ما بقولش ان الكتاب الورقي هيختفي، انا يعني انا شخصيا بحب يعني امسك الكتاب الورق واشم ريحه الورق بالمناسبه، والحبر كمان، تمام؟ يعني بالمناسبه اول ما اشتغلت كنت بشتغل في نهضه مصر في الكليه، فانا يعني مطبعي قديم زمان. اوكي، فدي واحده من الحاجات الحقيقه اللي مهمه. طيب هنيجي لاهم نقطه من وجهه نظر او اهم اشكاليه في صناعه النفس بشكل عام، هو الملكات الفكريه. وحقوق الملكات الفكريه الحقيقه فيها مشاكل كتير قوي. من وجهه نظري اخرها القانون. حقوق الملكات الفكريه مشاكلها الحقيقيه التطبيق. مشاكلها الحقيقيه العقد اللي ما بين المؤلف والناشر. مشاكلها الحقيقيه في نقص الوعي عند المؤلف بالحقوق اللي بيتنازل عنها واللي ما بيتنازلش عنها. مشاكلها في عدم وجود الثقه ما بين المؤلف والناشر، فهو طبع قد ايه وعمل كام نسخه وهيتابع الفلوس بتاعته ازاي. مشاكلها متعلقه بانه مفيش ستاندرد، مفيش معيار، اوكي، للطباعه في مصر. فكل مطبعه وكل ناشر بيعمل الكتاب بتاعه بالمواصفات، وبالتالي لما يجي الناشر يقول انا كتابي مزور، اوكي، انا هنا بقى عندي مشكله كبيره جدا، انا عايز اصلي او معيار اقارن عليه عشان اعرف هو فعلا الكتاب ده مزور ولا لا. ما هو مزور ده يعني ايه؟ يعني انا الكتابين زي بعض بالظبط. وبالتالي انا هعرف منين انت طالع على ورقه 80 جرام ولا 60 جرام؟ انا اعرف منين انت طابع سلك سكرين ولا طابع اوفست؟ انا اعرف منين ان انت مغلف غيره ولا مغلف وعامل دفوس وخيار؟ انا اعرف منين انا كمأمور ضبط قضائي، انا كجهه خبره، اعرف منين ده انا ما اعرفوش. اوكي، وبالتالي مساله كانه الناشر يجي بعد الحمله يجي يقول اصل ده الكتاب بتاعنا، ادي الكتاب هو دي الكتاب الثاني هو ده، الحقيقه يعني كلام بيبقى صعب جدا انه يتم الاخذ بيه قانونا. جزء ثاني الحقيقه مهم جدا بقى في المساله دي، مساله انه دور منظمات المجتمع المدني، دور اتحاد الكتاب، اتحاد الناشرين، الجمعيات اللي بتشتغل على حمايه الحقوق، لاي مدى هي قادره انها تبين حجم الانتاج؟ ما عنديش احصائيات، يعني ازعم انه ما فيش حد هيقدر يطلع احصاء زي ان انا قدمته ده على مستخدمين الانترنت على صناعه النشر في مصر. كل اللي هنقدر نعمله اننا هنجيب من دار الكتب عدد العناوين اللي تم ايداعها. اوكي؟ انما هل حد هيقدر يقول لي كل نص، كل عنوان من دي اتطبع منه كام نسخه؟ اتعمل منه كام طبعه؟ بعنا قد ايه؟ بعنا جوه ولا بعنا بره؟ الحقيقه نقص الاحصائيات ده مساله من المسائل المهمه جدا اننا نبص عليها. قلة الوعي. الوعي هنا بالمناسبة مش إني أقول للناس ده صح وده غلط. الوعي هنا إني أقدر أوصله لتفاصيل إيه حقوقه وإيه واجباته. مش إنه ما تنساش الكتاب أو انسخ الكتاب أو إنه الـ الـ العقد بتاعك بيقول كذا فالمفروض إن أنت ما تعملش كذا. مش هي دي الحقيقة. الوعي أعمق من كده بكتير جدا. سعيد بيه قال لي ما تطولش عن 12 دقيقة، وأنا خدت 10 دقايق. أنا بشكركم، ولو في أي أسئلة أنا تحت أمركم. شكرا دكتور محمد، يعني كان قعد ممتع وشيق، وبعدين
زي ما قلت لحضرتك انه احنا بنعاني من نقص الارقام الرسميه او الاحصاءات الرسميه. حضرتك اديتنا برضه فكره عن احدث الاستخدامات او الارقام الموجوده بالنسبه لاستخدام الانترنت او السوشيال ميديا والكلام ده كله، ودي الحقيقه يعني شيء مهم جدا. في جزء ثاني برضه بعض المفاتيح حضرتك اديتها لنا الحقيقه من المهم جدا للناشئ انه يعمل فيها تحليل للسن والاتجاهات بتاعت كل سن والفئات العمريه قد ايه شاريين حديد سن كام عشان اقدر اشتغل عليه. ودي الحقيقه يعني انا بقول يعني زي قلت لي ان هو احنا بينقصنا بخصوص السوق. الناشئ في مصر ما زال بيشتغل بالتجربه والخطا واعظم منهم يعني في معظم الدول العربيه. ليس هناك دراسة أقول إن لو عملت كتاب في علم النفس المؤلف فلان فلان أطلع منه كذا، لو عملت كتاب الدكتور حسام في القانون كذا هأطلع منه كذا. ها بالفطرة في الخبرة تراكم الخبرات، وبالتالي أحيان كثيرة جدا نسب يمكن تصل من 60 أو 70% على لدى بعض الناشرين يخفق في الاختيار وما بيحققش طموح المؤلف، وهنا بتحدث المشكلة اللي هو العلاقة بين الناشر والمؤلف اللي احنا بنسميها يعني أو نشبهها أحيانا العلاقة بين توم وجيري، إنه مفيش ثقة بين الاثنين. أنا مقدم أفضل إبداع والناشر قدم أفضل ما عنده من استثمار وإخراج وطباعة والكلام ده كله. فأنا بشكر حضرتك يعني الحقيقة الكلام جميل، وعشان نتيح فرصة للزملاء في الآخر الأسئلة تفضل الدكتور حسام استاذنا الكبير، يعني ان شاء الله نكمل مع بعض. شكرا سيدي الرئيس. ساتحدث تحت عنوان موضوع تاثير الاوعيه الجديده وهو فكره حمايه حق المؤلف. حمايه حق المؤلف احنا عندنا دايما انطباع ان حق المؤلف دايما في الماضي وفي الحاضر، وان احنا ما عندناش ثقه ان في المستقبل هذا هيحصل. لان احنا عندنا مشكله ان احنا نشعر دائما بان احنا عالم على الفكر دائما وعلى الثقافه الاجنبيه، وان كان بيحصل الكلام ده ليه رصيد عن رجال السياسه وليه عن السياسه اللي هم رجال السياسه وعند البرلمانيين وعند كثير من المفكرين. يعني في مفكرين بيباهوا ان هم بيشتغلوا في الزوايا. انا عندي اسماء. وعندنا للاسف اعضاء البرلمان سنه 1971 لما اتعرض عليهم انضمام مصر لاتفاقيه لحمايه حق المؤلف رفضوا الايبان مباشره وقالوا احنا ما بنسهلش الا كتب 50 جنيه. في بعد هذا احنا كل كتب عندنا معنيه. الكلام ده كبير، الكلام موجود. ما بدا بينهم التونسي يتبنى فكره انها بدايه نفس الدور اللي لعبه فيكتور هيوجو في فرنسا للدفاع عن حق المؤلف، لعب دور عظيم جدا وبدا يهاجم كل من يعترض على حمايه حق المؤلف. ونجح بيرن التونسي في انه انتظم على كتب الاشعار، مش هتكررها كتير، انما كان من اهم اشعاره معجب الكلام لا مجلس النواب في ذلك الوقت، وكانوا رافضين يطلعوا القانون، قال لهم لو كان في بلدنا نايب بيفهم في الاوكرانيا او حد كان قال له ايه الهجوم اللي جاي في البيت ما كانش يقدر القانون يتفرق، والتفكير منشور في غير بيتفرق ولا كويس. كان عنيف جدا في نقد. وبعد كده صدر القانون 354 سنه 54 لم يصدر من فراغ، لان كان عندنا قبله احكام قضاء بتدي تعويض مدني للمؤلفين، وكان في نص في قانون العقوبات سنه 1930 يقول كل من تغنى بادوار او الحان موسيقيه بدون اذن من اصحابه يعاقب بالاذن. يعني معنى ان احنا كان عندنا نصوص جنائيه وتعويضات مدنيه. ومن اهم الضحايا اللي وقعوا مثلا فاطمه وريتي عملت مسرحيه جابت احمد رامي حولناها مسرحيه من الانجليزيه للعربيه، خواجه الانجليزي اللي جاي فسح في مصر خد 100 جنيه ايام ما كان الجنيه بتاعها ب 97 قرش ونص من فاطمه وريتي. يعني عندنا رصيد هائل من الكتب من الايه؟ من الفكر. عندنا قضيه مشهوره جدا ان احنا كان عندنا بهجه هاني حافظ هي كتبوها كده بره والقضيه بتاعتها مشهوره جدا. هذه السيده العظيمه هي كانت تنتمي لعائله عسكريه ليست مصريه، كانت بتشتغل في الجيش المصري، والسيده هذه السيده عملت الحان موسيقيه وعملت اوركسترا
وعمل فالس وتعمل طب الناس يقولوا لا انت كرون هي بيكتشر تعقد بعيد وزع الجميع اللي موسيقى التأليف منها وزعتها في العالم كله. يعني ليها عملية مشهورة جدا ان الخوالي الروكي استكبر عليها انها عملت كلام فهي جابها لوازن محليا فرفع القضية ان هو القضاء طلب في الناس كان موضوع كبير وللاسف الطب الاجنبي تحامل على المصرية وقال انها لا تفهم في الاوروبي فما تقدرناش ان يتدخل وهو عادي. الاحكام دي دارسها في العالم كله انها قمه التعصب للايه؟ والعنصريه انما ستظل الايه؟ كمان حافظ اسم لاجئ جدا في مجال التاليف الموسيقى. احنا مصر بدات منظومه الانضمام للاتفاقيات الدوليه مع الانضمام للتاليف من حوالي 40 سنه قررنا انضمام للتاليف لجنه المصالحات الدوليه والفنيه عشان برضه تعرفوا ان مصر متقدمه على الولايات المتحده الامريكيه، الولايات المتحده الامريكيه فازت اول معتدلات من الامم المتحده في سنه 1886 تمام؟ مصر ضمت لها سنه 76 امريكا ضمت لها سنه 1989 بعد 103 سنه وكانت بتقاوم حمايه حق المؤلف لاطول من 25 سنه. تشارلز ديكنز لما خد علامات حتى يكون كان جيش في امريكا هم استوعبوا من الكلام ويبقوا في امريكا من غير ما يدفعوا الى السنه. وبعدين توصلوا الى ذكيه ان هم قالوا احنا هنحمي المصنفات الاجنبيه اذا وجعت في مكتبه الكونغرس. هذا النص الشاذ ما زال موجود في القانون الامريكي حتى الان. ما زال موجود حتى الان. بس ما بيقدرش يقول مش حاكم يقول لك هيحسبك مش هدي لك تعويضات المحاماه ليه اكبر جزء من بعض التعويضات لازم تكون اودعها في مكتبه الكونغرس. عظيم مصر بعد سنه 76 79 انضمينا لحمايه التسجيلات الصوتيه من التعدي عليها. مصر بعديها ما سكتش احنا لجنه الملكيه الفكريه في مجلس اعلى الصحافه وافقت دفعه واحده بعد الدراسه ثلاث اربع شهور ان احنا ننضم لفريق 1996 بنسميها اتفاقيه لجنه 60 اللي هي حمايه المؤلف على البيئه رقم في التقنيه الرقميه WPPT حماية حقوق فنان الآلات وهيئات البث الإذاعي على الإنترنت وعندنا اتفاقية بيجين 2012 وعندنا اتفاقية مراكش لزوجة أحمد مصطفى بيجين حماية هيئات البث الإذاعي والمؤدين في تسجيلات سمعية وسمعية بصرية وعندنا اتفاقية مراكش هي حماية زوجة أحمد بصرية ودي حضرتك مصطفى هتمشي إنها هتحولنا لحدي جنس براد في الطباعة. على فكره كلنا معاقين بصريا انا لما استخدم نظارتين ما معاق بصري. يعني هي بتضايق على غير ما نتصور انها مقصود بيها غير المصريين، لا كل ما له اعاقه بصريه في التعامل مع الورق الاتفاقيه معموله دي. الاربع اتفاقيات دول اللجنه الملكيه الفكريه وافقت وجهات كثيره جدا وافقت بس في جهات متعطله ما طلعتش القرار. لان في ناس بيراودوا ان مصر كان دلوقتي 2021 مصر حالة على الثقافة الأجنبية، مصر لا تبدأ، مصر لا تنشر. إحنا محتاجين ناخد الكتب الأجنبية ببلاش، محتاجين نطبع الكتب الأجنبية ببلاش، إن أي حماية هتضرب المواطن في جيبه، وإن أي حماية هتحمل المواطن تكلفة كبيرة جدا، ولهذا لا يأتي. الغريب إن هذا الكلام بيتكرر في إجابة حكومية وعلى أعلى مستوى ولحد 10 سيارات. عشان يبقى واضح يعني احنا بناخد لجان كتيره جدا بناخد تجارب ومعارف قويه. النقطه المهمه ان احنا السنه الشرعيه عندنا في مصر عندنا قانون حمايه حق المؤلف كان في 54 سنه 54 ثم لجناه طلعنا مكانه قانون 82 سنه 2002 الايجاد الثالث وبعدين بناخد تعديل دلوقتي جديد ليه لتفعيل كثير من المواد وتشديد الحكومه لان احنا عندنا مشكله الغرامه الناس ما بتخافش من الغرامه. بس عندنا قانون المعاملات الالكتروني اللي هو قانون التوقيع الالكتروني ومنشا الهيئه 2004 عندنا قانون تنظيم الاتصالات في قوانين احكام قانونيه رادعه اللي بيشتغل على شبكه الاتصالات والكلام ده وعندنا قانون الدراع المعلوماتي وفي قانون تنظيم البيانات الاخير اللي طلع بيانات الفصل اللي هو على جرار GDPR اللي هو الفدرالي. كل الرساله التشريعيه الموجوده في مصر بيقرر ان احنا عندنا رجال طلاق. رجال الطلاق فرعين نيابه عنه ورجال طلاق.
للدارس. رجال النيابه العامه مش مستوعب، ودي مش نقطه، مش مستوعب الاثر المدمر على الثقافه والفكر، لان في واحد يتمسك بيبقى مزور، بيبقى بلاش مزور يعني نقل نسخ كتب او صورها وطبعها وبيعها في السوق او يبيعها على الانترنت. فبيبقى عندنا مشكلتين، ان في اكثر من جهاز شرطه معني بهذا الامر. في جهاز شرطه المفروض يتحرك من غير ثلاث ارباع خلاص، اسمه شرطه المطبوعه، مفيش حد يبقاش من شرطه المطبوعه من غير ما ياخد اسم المطبوعه وتتسجل في وزاره الداخليه بيانات وبيانات المديرين والحاكمين. هذا القانون غير مطبق، موجود عندنا بقى 50 سنه. محدش مطبق. عندنا قانون تاني قوي جدا، وهو قانون عندنا شرطه ثانيه غير شرطه الانترنت، شرطه النقل والمواصلات. دي المفروض بتتعامل مع كل ما هو استخدام التليفونات في التعدي على حدود المواقف. ما بتعملش الشوارع. بنيجي بقى لشرطه تيم جديدين، واحده منهم الاولانيه كانت شرطه المصنفات والثانيه كانت شرطه الانترنت. الحاجات اللطيفه جدا ان شرطه المصنفات كان في مشكله في اواخر عهد الرئيس السادات رحمه الله عليه لانشاء شرطه المصنفات لحمايه حق المواطن. وللاسف كان في موقف سلبي من جلسه من صناع القرار. فالرئيس الاستاذ محمد عبد الوهاب كان رئيس جمعيه المواطنين والمحامين وتم رسم خطه معينه، راح قال للرئيس السادات وقال له انا ليا طلب عنك، سوف تفهميني قال لي الكاسيت. قال له يعني ايه؟ قال له يعني فوق الكاسيت دي ممكن تغير تقلي النظام. فراح الرئيس راح قرار في نفس اليوم بانشاء شرطه المصنفات. وبدات شرطه المصنفات تحتاجها كبيره جدا. مره واحده طلعنا شرطه جديده اسمها التوثيق. معلومات التوثيق هي شرطه الانترنت. وبدات شرطه الانترنت تتعامل مع كل ما هو انترنت. حيرة الضحية اللي بيروح يعمل بيان بين أربع أجهزة شرطة، مش عايز أوصفها لكم، لأن أنا مهني وفي نفس الوقت بشتغل في صفات مهنية فيها تلات كتيرة جدا، لما بروح بلاقي مشكلات ضخمة جدا في عمل المحضر، وفي الآخر قد يكسب المحضر في النهاية عشان أي ما تيجي حاجة عندنا ما تتكلمش معاه. إنما في نهاية المطاف بروح للنيابة العامة، وكيل النيابة بيحفظ المحضر. بتظلم حد ما يبقى المحضر يحفظ من النائب العام. واضطر اعمل طعن في ارض الامر لئلا اودي لاقامه الدعوه النهائيه، واروح قدام محكمه الجنايات في غرفه مشهوره، طب محكمه الجنايات مستأنفه في غرفه مشهوره عشان اخد قرار، ساعات اخد قرار وساعات اخد قرار. ده ايه الامر الصادر من النائب العام. ليه؟ لان في عندنا قناعه ان التعدي على هذه الحقوق ليس مهما وليس مصلحه محليه. وللاسف بقول لكم حاجه صادمه من نوع من ممثلين وزارات رفيعه في المستوى، اما بيجي موضوع حمايه حق المؤلف وحمايه النشر المصري، لا بيبقى عندهم انطباع ان احنا بنهزر وان احنا كده بندافع عن مصالح الاجانب وبندافع عن مصالح فئات ثريه غنيه مريشه من الناشرين عن فلوس قد كده على الكون، وان احنا ليه نديهم حمايه اكتر من اللي ما عندهم الشرطه يتعب. يعني مش عايز اكمل كتير لان عندي الهم كتير جدا، انما انا هقف عند نقطه مهمه جدا. لما تيجي تتكلم عن المؤلف لازم نفرق بين المؤلف الناشر والناشر المؤلف. مصطلحين جداد ممكن يكونوا كده اربعه. المؤلف كثير من الناشر المؤلفين بما في معنى بينشروا كتبهم. ففكره ان انا مؤلف في مكتب والناشر في مكتب تاني، لا انا مؤلف وناشر. وعندي كتبي انا بنشرها ومش انا الوحيد. ليه؟ لان في كميه من الهواه بيشتغلوا في صناعه البحث بياخد منك الكتاب يعمل طبعا 500 نسخه ولا ينفذ لمده 10 سنوات. وقابلني انك تبني العقد باي صوره من الصور ومشاكل ضخمه ويتعامل معاك ملك بيتك 2000 جنيه في اول مره. كتب ابنها هو صاحب فضل والراجل تفرغ للكتابه لفترات طويله ما يعرفش العجله عشان تمشي. المؤلف لازم ياخد فلوس، المؤلف يقول العمليه بتجيب فلوس فيبدا يتفرغ للكتابه فيبدا. انما في فوضى في الحكايه دي. عندنا بقى الناشر المؤلف. الناشر الناس بتنظر اليه انه رجل اعمال معاه قرشين وبيستثمر وبياخد منها نص ثمن الكتاب وياخد منها ربع ثمن الكتاب ويقول لك هكلفك الكتاب ويطبع 100 نسخه ويبدا يصور نسخ كل ما يبقى عنده طلب. ومش متنبهين ان الناشر يقترب الى مؤلف بالنسبه للشكل الطباعي. الفصل الكتاب سلسله اقراء سلسله عامه معرفه
كل شيء معلق الناشئ يعتبر معلق بشكل استثنائي. تمام؟ الناشئ لما بيطلع كتب التراث وكتب المصنفات اللي انت عارفها يتحول الى مفرط بحقوق عمليه حقوق ماليه على طبيعته. فلا يجوز ان نقل طبيعته باي صوره من الصور. اللي عايز يتحول جديد. فتلاقي لسان العرب في 30 نسخه من المنظور، تلاقي زاد المعارف في 30 مجال، في اكثر من طبعه، كل ده موجود. ومحكمه النقد حسن الامر من 50 سنه نصف القرن. وقالت الناس له على الشكل الطباعي حق ملكيه ولا ينتهي بانتهاء مده ال 50 سنه وال 70 سنه، لا ده بينتهي بخروجه من صناعه النشر باعلان افلاسه او تصير اعمى. غير كده حمايته الابديه. للاسف احنا متدينين دلوقتي ووصلت للاخر تقريبا وصرت فيه متدينين تعديل القانون المصري اللي احنا عايزين نرفع المده من 50 ل 70. حصلنا على موقف 9 حيلات في مصر. احنا هنرفع مده الحمايه من 50 ل 70 مش من فراغ، لان اوروبا بتبني 70. فانا باخد حقوق كتاب اوروبي 70 سنه. امريكا بتبني 70. فباخد كتاب الامريكي 70 سنه. لما بقعد معاهم في صفقات متفرقه ان هم ياخدوا من عندي 100 كتاب وياخدوا من عندهم 100 كتاب، بياخدوا كل بتاعتي 50 سنه صفقات في الملك العام، وكل بتاعتي بيقول لي لا المعنيه لان القانون بلد المنشا. المعلومه دي عايز ازيدها للاسف قريبا عن كثير من القيادات في هذا البلد العصر. وده لازم نتنبه ان احنا بنحاول نمسك مجهود كبير والبعض منهم يقول لا القانون لا يصح لهذا، القانون الدولي بيقول لا. يعني الناس بتحاول تستعمل الفاظ كبيره رغم انها تنصح حد القانون المصنف يقدر لمده ثمانيه بلد المنشا. لو سقط في بلد المنشا سقط. يعني العبره لما نيجي نشوفه نشوف منين؟ مدته هناك 50 يبقى 50، 70 يبقى 70، 125 يعني ولد زي الولايات المتحده الامريكيه. المخاف من شخصيات ديزني اللي احنا عارفينها كلنا بتاعت الدنيا دي يمكن الكلام ده حصل في مثل العالم. تقدموا بمشروع قانون من برلماني الامريكي كونجرس يتوافق عليه الاجماع وسموه ديزني اكت. شوفوا القدره والتحدي ده تحدي خاص بشخصيه ديزني انها تتحمل 125 سنه. مين الدول اللي قابلتها؟ دولتين كبار جدا في المنطقه العربيه وما عندهمش 17. البحرين سفرتوا معاهم. فلما جينا ناقشونا وقلنا لهم انتوا مش مقبولين انتوا ما عندكمش 19. فقالوا احنا مصاريف ثلاث اقتصاديه تستوعب من المبلغ. المهم باعوا لي 25 سنه و 70 سنه. لما جينا نتقدم بهذه الجهات 9 جهات بتقول عايزه 70 سنه، ظهر من يقول لا في عليكم 50. ليه؟ انا بخسر. وكان على شمالي الدكتور هشام عزيز امين مجلس الاعلى للصحافه. تمام؟ وعندي مين يمثل جمعية المؤلفين وحيد يسلم ويرمر بالشكل. طب احنا عايزين نوصل ليه؟ احنا دايما بنتكلم ان احنا لازم نعمل قانون، لازم نزود العقوبات، وده كله كمل دلوقتي في مشروع قانون هيطلع كمان شهرين وحضرتكم فقط هيبقى في عقوبة الحبس والغرامة. الغرامة ارتفعت من 5000 إلى 50000 ل 250000. هنتعدى وتعدى المصنفات. هيبقى في النص القانوني بإلزام الشخص برد مستمعي ما عاد عليه من فائدة، بمعنى لو بقينا كمية الكتب اللي عنده 200,000 جنيه بيدفع للحكومة 400,000 جنيه. غير التعويض المالي. ده حكيم. إنما مشكلتكم الحقيقية يا أستاذة ليست في التشريعات وليست في الاتفاقيات الدولية، ولكن من أنفسكم سلط عليكم من يدعو إلى أن مصر لا تستاهل الحماية وأن المصنفات المكتوبة باللغة العربية لا تستاهل الحمايه. وانا عندي اسماء وعندي اشخاص وبقول لكم ان احنا لما يكون من ضمن الاتفاقات الدوليه جهات اخرى في مصر بتطلب الانطباع مثلا طلبنا انضمام لاتفاقيه مراكش. تصوروا ان كل وزاره وافقت وزاره اخرى هي مش عارفه اتفاقيه مراكش حاجه. فقالوا لا والله. فعندنا مشاكل احنا لازم الاول علينا نبدا باصلاح البيت من الداخل. التوعيه المحاضرات لهذا السبب كنت كلمة عن يشتغل ان هو بينظم هذه الندوة شيء جميل جدا. لازم الناس تنتقل اليها الفكر ان في مصر صناعة نشر وفي مصر مؤلفين وفي مصر
كتاب احنا البلاد العربية كلها عايشة على 80% على وسيط الثقافة المصري. ما بقاش واحد في المغرب يقول لي ده انا اتفرج عليه انا في ابتدائي كان عندي قصة تعصيب الايام ده بعد ثقافي المصري لازم نحافظ عليه. لما اللي حاصل دلوقتي ان احنا ننظر للناشر انها مهنة سيئة السخن الناشر رجل المحترم ولا يسدد حقوق المؤلف. المؤلف بننظر اليه لانه رجل غير محترم بيسرق الكتب بيألف. دور ناشر غريبة جدا صدرت بلد تعمل رجال ترجمة وقالوا ترجموا على الانترنت يجيبوا شباب صغير من الجامعة متخرج من ثلاث سنين يترجموا كتب ترجمة لا علاقة لها بالثقافة وموجودة في الكتب وحضرتك لو قريت الكتاب مش هتقرا ليه لانه ما عرفش الا في المعنى. ده مهم جدا. انا عاصرت الكلام ده من سنه 1983 ومع سنه حارب عنه دلوقتي وواثق ان كل واحد من حضراتكم دلوقتي هيشعر انه وجودي في كتيبه الدفاع عن صناعه النشر وصناعه الفكر وصناعه الصحافه. اشكركم. شكرا دكتور حسام. الحقيقه يعني عرض شيخ زي ما كنا دايما بننتظر حضرتك هو المحك الثقافي. لازم تتحرك ولازم نكون مؤمنين برسالتنا. فيعني دور دلوقتي مع الدكتور ابراهيم الياس استاذ القانون الدولي وكيل كليه الحقوق وعضو لجنه القانون من المجلس الاعلى للثقافه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اشكر من قام على اخراج هذا الحفل او المؤتمر او الندوه. ربما تكون امر بسيط في نظر البعض ولكن هي محيط كبير جدا لا شك سيصل بنا الى ترجمة كبيرة جدا لكل مشكلاتنا الموجودة. يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر للسيد الدكتور هشام عزم الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والدكتور خالد العامري والدكتور سعيد عبده وزملائي الحضور أستاذنا الدكتور حسام لطفي والدكتور محمد حجازي والسادة حضور والسادة المتابعين وتحية لمعالي وزير الثقافة. أشقى من أتى بعده الدكتور حسام لطفي والدكتور محمد حجازي فطوفوا بنا في الأرقام وطوفوا بنا في التشريعات ولم يتركوا أو لم يترك لنا شيء ولكن سوف نلمم خلفهما بعض الهموم والمشكلات الواقعية في سوق صناعة النشر والتأليف والقراءة. مثلث من ثلاثة أضلاع ما بين مؤلف المؤلف الذي أبدع وجازت في صدره الفكرة وما زالت مطبوعة بين صفحات صدره وفكره وبين أرباب النشر الضلع الآخر والناشر هو من يبعث الحياة في هذه الأمور ويستخرج المطمور في صدور المؤلفين. فالناشر والناشرون هم أرباب من بعث الحياة في هذه الأفكار. ثم القارئ في الضلع الثالث فاكتمل بذلك المثلث. ونقول دائما إن احنا في ثقافتنا المصرية وعرف عندنا جميعا إن احنا أساتذة الفهلوة. لماذا؟ لأن احنا بنجد صعوبة حتى مع طلبة كلية الحقوق واحنا بندرس إن هما بياخدوا المعنى يقول لك بالياب كده بالوايب كده مفيش حد بيدقق في المصطلحات ودي نكبة كبرى. مصطلحات في كلية الحقوق زي كلية الهندسة زي كلية الطب زي في أي كلية الزراعة في كلية العلوم
في اي مجال مصطلحات هي لازم في الاول نقعد لها ثم تنبسط وترتفع الاعمده ثم يكون في بناء. فكلمه نسج هو بسط ما كان مطلوبا، حاجه مطلوبه مستخبيه بنيه ننشرها نكشفها، ودي منها نشر الغسيل مثلا. واذا الصحف نشرت صوت التكوين، ان كل واحد فينا الان عارف حسناتي او سيئاتي او نسيها ومغموره، ثم في يوم من القيامه تنشر الصحف. فنشر ينشر نشرا ومنشورا فهو ناشر. كلنا بنتكلم عن حقوق الناشر وحقوق المؤلف وحقوق المثير، لكن في حق اصيل جدا للقارئ. هذا الحق بيضيع ويكون القارئ ضحية لخناقة فيها استغلال بعض الشيء، وفيها زي ما قال الدكتور حسام بيه سذاجة من بعض المؤلفين لبعض حقوقهم مش عارفينها. فالنهاية العجلة تقف، عجلة النفس بتقف الضحية القارئ. المؤلف وجب عليه ان هو احنا نشجعه، لكن مفيش تشجيع. انا من 11 سنه بدي كتابي المطبعه ومكتبه كبرى معروفه لينا قانونيين، وقالوا لي هنعمل 500 نسخه. الى الان كل ما اروح كل سنه المفروض لسه موجودين. طبعا دي بتبقى سد نفس لاي واحد يألف، ما انت في الألف. أنا رحت لأستاذ كبير في القانون وعضو مجلس النقابة، وجبت من أستاذ بدر شقة يعني جعل مالي في مسابقة جنائية، ورحت للمرحوم أستاذ محمد جمال عبد العزيز قلت له هنعمل مسابقة في المدني باسم سيادتك، قال لي طب أستفيد إيه؟ قلت له يا فندم إحنا سيادتك يعني سيادتك ألفته عشان تستكمله تقنين المدني. قال لي هيفيدني بايه الكتاب؟ هجيب هيديني كامل. فطبعا ده جانب سلبي، لكن في جانب ايجابي ان في خصوصا الناس المقتدره تعمل للتاريخ او للحته المعلومه، يعني مش كله حته مالي. ف اصبحت العلاقه ما بين المؤلف وبين الناشر هي علاقه فيها ما فيها، زي بيعتبر الساده الناشرين المؤلف زي محل البقاله. كل المحلات اللي نزلتك هنا في السوبر ماركت وهايبر والبقاله، البضايع اللي شايفها دي بمئات الالوف او القروش او الملايين، يظن الظالم ان هي ملك للسوبر ماركت. لا، السوبر ماركت حاطه في المكان ده الناس بتيجي تحط عنده وبعد فتره يتحاسب، لكن هو مش مشتري. كان زمان الواحد يشتري ويعرف، دلوقتي لا، الناس بتعرض عنده وبعد كده تبقى تاخد البينات او تتحاسب عنه. المؤلف لما يروح لمكتبه الطبع يقول له ايه؟ انت حضرتك ادفع. يعني المؤلف هو اللي يدفع. والناشر يظهر امام الناس انه مكلف. لكن ده قمه جدا، او لما يكون واحد زي الدكتور حسام لطفي مثلا يدعمه ويقول له يدفع، لكن 90% على ما اعتقد او ما اظن ان هو بيخليك انت اللي تدفع وانت اللي تطبع، وبعدين ياخد هو منك النسبه، وبعدين انت تبقى كده متشكرين، خدت ال 1100 ولا 2000 جنيه، ما تسالش تاني، يقول لي الورثه يجي يسالوا ما يجوش. ففي استغلال في هذا الامر او في هذا النظام يجب ان احنا نعيد فيه ويفهم الساده الناشرين ان انت عامل زي لاعب الكره، كل ما طلعت نجوم وطلعت ناس كويسه كل ما السوق انتعشت، لكن انت كل ما يطلع واحد نابغه بتسد نفسك، وبالتالي بتنور في السوق، ويبقى اللي طالع كله كلام يعني فيه ما فيه من الغث. العلاقه ما بين المؤلف وما بين الناشر قلنا فيها ما قلنا لإعادة النظر مره اخرى. لكن ماذا تقول في الضلع الثالث اللي هو القارئ؟ ده الستيج بتاعنا، ده الملعب بتاعنا اللي احنا مقفلينه بدري.
ان احنا خرجناه بدري بدري. مفيش حد اتخذ القراءه سبيل الان. مفيش حد في مراحل العمريه الا من رحم ربي، مفيش تعليم. الطالب في ابتدائي زمان كان يبقى فرح ومصطفى محمود وتوفيق الحكيم ويوسف السباعي ويحيى حقي وارى لبيره وارى لكل الناس دي وتوم وديري وشاف كله. دلوقتي مش حد يقرا. ام تقرا لا تقرا. خلينا نتفق. القراءه في صعوبه ودخلنا مدارس انترناشونال ومدارس سوبر ودفعنا مئات الالوف، ولكن اتضح ان الناس اللي كانوا زمان مش لاقيين ياكلوا بيروا بدرجه الكتب عندهم ثروه لغويه، لكن اطفالنا واولادنا اللي احنا بنطلع دم قلبنا بس احنا بنعمل دخول في المدارس الرهيبه دي القراءه ما فيش حد. انا اولادي ولا يعرفوا مين مصطفى محمود اساسا ولا يعرفوا مين الاعقاب وما في السنه مدارس اجنبيه. فاعتقد سلاحة كبيره جدا، واحنا اللي طبعا بنقول الحياه مش قاعدين طول اليوم في البيت. اذا في مشكله. طيب نيجي للجامعات، اصبحت تكرارية مذكرات الكتاب ده بالطبع، ولو يملكه مثل الخبير وخبيرنا الدكتور الرمسان، كتاب رديء رديء رديء. كل واحد فينا بيروح للراجل اللي يطبعه ويقول انا عايز اسوأ ورق عشان نطبع عليه شويه الكلام ده، ولا يستثني نفسك يقول لك بتعمل كده بتعمل ايه؟ ما يطبع لك 12 و13 و14 و16 و17 والدولة تقول لك ما تلزمش الورق ده من الكتاب، والدكتور بياخد 3 4 5000 جنيه ولو ما فيش فلوس في الكتاب مش هيقدر يجي الكلية. وفي نفس الوقت كمان ألقاه في اليد مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالله. بنضحك على بعض كلنا. لا بقول له خد الكتاب، لكن بقول له خد الكتاب بطريقة أخرى. وطباعة الكتاب سيئة جدا على ورق رديء جدا. و فين الكتب اللي احنا كنا بنشوفها زمان واحنا في كليات الحقوق للاساطيل؟ كتب رؤوف عبيد بالالوان وكتب محمود مصطفى وكتب العباقره، والكتاب هو الكتاب اللي هتلاقيه في المكتبه بيتباع بره، هو الكتاب اللي هتلاقيه عند المعالي اللي هتلاقيه في النيابه، مفيش تغيير. لكن احنا بنعمل دلوقتي تيك اواي للطلبه، وبعدين الطالب يجي يسال كل ده ويروح للمذكرات ياخد 15 20 سنه. صح. ففي أزمة كبيرة جدا، احنا مش فاكرين شهية أولادنا في كل الأعمار بالكتاب. ومفيش حد قادر يتلمس من السادة الناشئين المزاج للطلبة أو للأولاد أو للأعمار الأخرى أو للفتيات أو للمرأة عشان يقدم لهم كتابا. كتابا مفيش. أنت لما تطلع يعني يا ليت لبنان ترجع كما كانت، لان نكبه كبيره للبنان دي تسقط من الامم العربيه. نكبه كبيره ان لبنان هي من قدمت الكتاب بشكل راقي وبطباعه راقيه من اول المصحف لغايه كل الكتب. ويمكن اجلنا اللي قبلينا واجلنا احنا نشارع الكتاب اللبناني وكلا القران نزل في مكه وقرئ في مصر وطبع في لبنان. فلا حد ينكر فضل لبنان في النشر وفي الطباعه النجاح. الساده المصريين سبقنا العالم كله، حتى ان تمثال الكاتب ده من اغلى التماثيل، ويا بخت اللي يلاقي تمثال الكاتب، ولا ما اعرفش حتى يلاقيه تاني ولا لا، لو لاقيها يعني انليمتد في القيمه بتاعها. وبين كل الدول الواضحه اللي ليها كلمه كاتب العدل، لان احنا ابتدعنا هذا الامر من 7000 سنه. اي نعم العراق سبقتنا في الكتاب في الحضاره الاشوريه. مش عايزين نظبط على العراق. لكن احنا لا شك ان ادريس الذي علم بالقلم كان عراقيا ولكن قتل مصر. فالكتابه بثقت في العراق وما لبثت ان انتشرت ايضا من مصر. فالحضاره الفرعونيه مع الحضاره الاشوريه كان لهما فضل السحر. لكن اين مصر من تاريخها الان؟ في تشجيعها للمؤلف عشان يؤلف،
كنا في المرحلة الإعدادية كنا بنؤلف ونكتب ونعمل مجلات ونعمل مجلات حوائط ونشتغل مع بعضينا ما كناش لاقيين ناكل. كناش لاقيين ناكل. أو لاقيين نلبس حتى شوز من البيت. هل الفقر كان دافعا لهذه العبقرية؟ هل الكتاتيب كانت دافعا لهذه الأمور؟ لازم مؤتمرات للسادة المثقفين ومجهود كبير اللي عامله مجلس اعلى الثقافة والدكتور خالد العامل والدكتور سعيد والمحترف المبدع بتاعنا الدكتور حسام لطفي. دي انا شايف ان الندوة دي ربما تكون في نظر بعض افراد قليلة، لكن احنا متابعنا ملايين ومنتظرين لنا ناس كتير جدا. ايه اللي بيطلع بيه؟ مش بس مكلنا. لا عرفنا المشكله اللي الدكتور حجاج قال مش مشكله قانون، مش مشكله قانون، هي مشكله ادمنه، مشكله شخصيات، مشكله ظروف، مشكله وقت، مش مشكله فقر. ده الغنى بسطوا لنا في هذا الامر. خلى زمان كان الناس الارستقراطيين عندهم مكاتب ويعملوا فورمات ويجيبوا اسمى الكتب ولكن لا يقرؤون. لا يقرؤون. لازم حاضر. فاحنا لازم ندي برضه ندوس على الناشرين. الناشر ندوس عليه، خصوصا احنا دلوقتي في صراع ما بين النشر الالكتروني والنشر الورقي. البعض من اجيالنا بيقولوا لا الورقي موجود ولن يسقط الورق، لكن طبعا ده شك المساحه بتاعته بلد مقصود منها الكثير. احنا عايزين نقف جنب الساده الناشرين في التوعيه بان وزارتها الثقافة ووزارة التعليم تساعدهم ان مفيش حاجة اسمها دفع ضرائب من النادي او جمارك من الادوات اللي عرفها. لازم نساعد النادلين ولازم نعمل مؤتمرات في كل المجالات في الاعلام ونعمل تعريفة، نعمل جنيه، نعمل دولار على كل التذاكر وعلى السجاير وعلى كل الامور دي لصالح الناس ولصالح الكتاب ولصالح هذه الصناعة العظيمة. أنا أتمنى أن أستمر في التوصيات كثيرة جدا ولكن الوقت داهمني. شكرا لكم جميعا لحسن الاستماع. شكرا للأستاذ سعيد عبد الحميد. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور. الحقيقة دخلنا في حاجات كثيرة قوي بس أنا عاوز أعقب بس حاجة بسيطة. يمكن بدأ الدكتور محمد حجازي إن هو سرعة التحول في المجتمع. إن سرعة التحول دي لها أسباب كثيرة. حضرتك ذكرت القرية والنشأة اللي لها أساس الكتاب كان له أثر كبير جدا في حياة معظم الناس اللي في سني أو أنا أكبر مني. المدرسة كان في حصة مكتبة لها دور مهم جدا وحصة أنشطة. هذه الأمور إحنا بس بنحاول بقدر الإمكان مع بعض إن إحنا نلملم والموضوعات بناخد باستراتيجيه ويمكن ده المخطط لينا في اللجنه برئاسه الدكتور خالد العمري. في نقطه يمكن اللي هي يعني كانت شامله قبل ما اخد المداخلات زين دوري الاخر في احصائيه معموله قريب عن نسبه الوعي لدى بعض الشعوب بالكير الفكريه على مستوى العالم. هي نسبه الوعي لدى المواطن المصري لا تزيد عن 4%. فدي الحقيقه نسبه مؤسفه جدا انه تنم عن واقع المشكله بتاعتنا في ثقافه ناشئ، في ثقافه مؤلف، في ثقافه الرجل القائم على تنفيذ القانون القاضي او وكيل النيابه. ودي احنا زي ما اشار لي الدكتور حسام لطفي وبنعاني احنا منها كناشئين. فدورنا انه نحاول بقدر الامكان القاء الضوء. واعتقد احنا دلوقتي في ذروه الامر. يعني انا بتمنى ان يكون جهودنا تكليل لجهود زملائنا واساتذتنا اللي سبقونا بيحاولوا بقدر الامكان ان نضع لجنه وازاي نصل لحلول ونصل لحل مشاكل الملكيه الفكريه او الحل لانقاذ حلول لانقاذ صناعه النشر واعتراف الدوله وقطعنا في المكان اللي احنا نستحقها. ناخد بعض الطبيعه انا هو رافع الصباعين وانت رافع الايدين فناخد الصباعين. رئيس سريع يعني سيدي بكر نيشن دكتور محمود
حاجات حضرتك المعلومات اللي قلتها دي يعني قيمه جدا، يمكن تلخصنا بشكل كبير بوضوحها كده. وهو اهم زي ما حضرتك عارف طبعا ان في داتا وفي انفورميشن، فهي الداتا دي ازاي بقى نحولها لانفورميشن، وعايزه من خلال ان احنا نخش مع بعض يعني اللي معايا معلومات مع اتحاد الناشئين مثلا استاذ علي او كناشئين بشكل عام، ان احنا نقدر نطلع من دي المعلومات، لان احنا يمكن الخناقه كلها ان احنا بنخانقها دي على حته، احنا لو كبرنا التورته نفسها الدنيا بتختلف تماما علينا كلنا، وده الحل للخروج من كل ده. احنا عمالين يعني نفصل في جنيه، بس لو كان السوق نفسه 100 جنيه كلنا هتختلف حالاتنا حتى الماديه والسلع هتبقى اكبر بس هيبقى المبلغ اكتر. فاحنا في الوضع اللي احنا فيه ده انا شايف ان احنا لازم نكبر النشر، نكبر السورسز. يمكن زي ما حضرتك بتقول ان الناس ما اعتمدتش على ورقي والبي دي اف والاي بوب، حتى في طرق ثانيه واقدر اطلع منها من المقرئات. من دلوقتي الفكره ان انا لو عملت فيديو بيس على كتاب والشخص اتفرج عليه وانا ممكن اعمل فلوس من ده، فاللي هي تنوع ده. فعايزين نلاقي آلية ممكن ازاي نمرج الاثنين مع بعض ونطلع منهم حاجة زي الشيخ الظريف كده. شكرا. مساء الخير، اسمي علي حسين، عضو الوزارة بتاعت الناشئين المصريين ورئيس لجنة تطوير المياه. وبشكل شقي يعني بشكل العمل يعني انا هيد بوزيشن للستوري تيل اللي هي اكبر منصه للكتب الصوتيه في المنطقه العربيه يعني، والثاني اكبر منصه في العالم. عندي بس سؤالين، واحد للدكتور محمد وواحد للدكتور حسام. دكتور محمد، يعني كلنا مقتنعين تماما وبنشكرك على البرزنتيشن العظيمه دي، بس كان في نقطه يعني في نقطتين من التحديات المهمه اللي احنا بنحاول نركز عليهم في اتحاد الناشئين المصريين. في نقطه اللي هي العقبة الاستعداد النفسي والمهني للنشر المصري بيحاول يبطل. فاحنا بدأنا في عمل يعني دورات تدريبية ومكملين فيها ان شاء الله يعني من مارس تدريبية، هيبقى في برنامج بالتعاون مع معرض فرانكفورت، هم المقدمين للخدمة ديت يعني، ومعهد جوتر مع اتحاد الناشئين المصريين شراكة وكده. بس لو برضه الدكتور خالد هنا في الاتحاد الناشئين محتاجين يعني مساعدة أكتر لينا في الاتحاد ان احنا يبقى احنا شغالين في حته ونكمل في الحته الثانيه، كان يبقى ده يبقى مبروك مشكور من حضرتك ومن الدكتور محمد. طبعا النقطه الاهم يا دكتور محمد، وسائل الدفع الرقميه الاحصائيات بتاعتها برضه يعني لو مع حضرتك يعني ممكن هتبقى مفيده جدا. ليه؟ مثلا دلوقتي احنا 107 مليون، بس الارقام المتاحه بيقولوا ان في 3 مليون بس اللي معاهم الفيزا، فالدوله ابتدت تتوجه والفيزا والماستر كارد ليهم مشاكلهم مع التقارن فيزا، فدي بفوري يعني لو دي عن الارقام يعني وسائلها وراح فين في الدوله هيبقى عظيم جدا، ده هيساعدنا احنا. دي اكبر عقبه بتقابلنا احنا دلوقتي في التحول الوطني. دي الاول لحضرتك وللدكتور حسام. هو بس ممكن يا استاذ ماشي طالع لحضرتك الاولانيه التطبيق القانوني. تطبيق القانون مثلا النهارده في قوانين، وطبعا ان شاء الله احنا على ثقه الخطوات اللي اتعملت مع البرلمان ومع مجلس الوزراء ان القانون هيتفعل خلال الكام يوم اللي جاي. في مشكله مش حابب ان احنا نحط دماغنا في الرمل فيها، في ناس محترمه جدا في وزاره الداخليه وفي ناس بتبقى مامور بيها انها تنفذ، بتنزل تنفذ بشكل خاطئ عن عمد عشان القضيه تبوظ. فهل ده في جهه رقابيه مثلا احنا هيبقى لينا دور او الجهات الرقابيه ليها دور؟ النقطه الثانيه يعني ده مقترح برضه دكتور حسام مع مجلس الوزراء، زي ما الدوله تبنت دلوقتي دعم للاقتصاد الرقمي وبقى في حملات في التلفزيون وفي الراديو بتشجع اصحاب المهن الحره زي النظار والسباك ان هو يتعامل بالدفع الالكتروني، لو في وسائل توعيه زي دي تبقى مين ستريم للدوله نرفع نسبه 4% الوعي بتاع الناس في الملكيه الفكريه، ده هيبقى ليه اكبر اثر على الاقتصاد الرقمي المصري. يعني زي ما تبنينا ان احنا بنشجع اصحاب المهن الحره نتعامل بالفيزا، لا احنا الصناعات الابداعيه في مصر مجموع انتاجها الناس بتقاوم ممكن يبقى رقم كبير جدا. لو وعينا الناس بحملات اعلاميه كبيره زي دي هيبقى عظيم جدا. بس شكرا. أنا بس عاوز أعلق على صناعة النشر وتحديات الذكاء الاصطناعي. وطبعا مصر ما فيهاش ذكاء اصطناعي في النشر، كلنا عارفين الذكاء
الكلام ولا يوجد اي نشر ولا غير ولا اخر نشر ولا اخر في زكاه الصناعي. زكاه الصناعي لان انا بمثل حوالي 32 نشر دولي كلهم زكاه الصناعي. وحطيت امثله لهم يعني انا بمثل جيمس اللي هو يحلل الصور العسكريه بياخد صوره زي رش السيارات يوم يحلله يقول لك العربيه دي نوعها كذا ومنتجها سنه كذا وقوتها من النظام بتاعتها كذا فده ذكاء اصطناعي. مثلا يصور حفره في السعوديه فيكتشف ان الحفره دي بتمثل مكان انطلاق صاروخ عدد القرار. فيكتشف ان الحفره موجهه ناحيتين ناحيه اسرائيل وناحيه ايران. فده تحليل للصور العسكريه وده اللي بنسميه دايما ذكاء اصطناعي. في عندنا نموذج خارق للذكاء الاصطناعي ناشر اسمه بلاي. ده بيلاقي اي حاجه ماشيه على الميه ولما يراقبها عباره عن نقطه يديك كل بيانات النقطه دي السفينه على ايه مسافتها ايه سرعتها قد ايه اتبنى سنه كام الكازويلز اللي اتعملت عليها ايه كل دي نماذج للذكاء الاصطناعي. حاضر انا خلصت يعني. فانا نفسي طبعا ان انا اشوف ناشر مصري يطبق ذكاء الصناعه. ولو في اي ناشر عاوز مني انا شخصيا اي مساعده ان انا الهيئه الاستشاريه للمؤتمر المحتوى الالكتروني والذكاء الصناعي في لندن. لو عاوز مني اي مساعده لادخال الذكاء الصناعي في عمليات النشر انا مساعد. شكرا. انا باخد بس زي ما حضرتك نعمل محاضرة للذكاء الصناعي في الاتحاد الناشرين ونستأذن الدكتور محمد حجازي مستضيف الاتحاد نكمل بس الايه وعشان يبقى في متسع لاكبر عدد من الاعضاء انه يعني يتابعوا الحاجات والدراسات اللي بتتم يبقى مشروع التجربه دي حصلت اونلاين. لا احنا عايزين يعني فيزيكال انا مش عاوز انا عاوز ناشرين يحضروا يناقشوا يتكلموا يفهموا يعني انا ده دورنا يعني. الاستاذ محمد ارشاد اتفضل. عندي بس سؤال للدكتور حسام تركي وسؤال او تنميم او تعريف او تعقيب على حضرتكوا باعتبارك وكيل كليه الطب. دكتور حسام احنا كنا بنشتغل في القانون التعديلي لان انت ذكرت غرامه 50,000 تصل ل 250. التعديل اللي انا عملته معاك كان متفقين ان اول مره حفظ أنا لا يقل عن 6 اشهر وغرامه 250,000. واذا عاد المزور مره اخرى الحبس أنا لا يقل عن سنتين وغرامه تصل الى 500,000. انت حضرتك لما ذكرت ما ذكرتش موضوع الحبس. انا ما يهمنيش الغرامه لان الغرامه ربما تصل الى الحكومه لان الناس مش هتستفيد منها حتى بالنسبه الاعتداء اللي هو عمله لو هو من بيت عنده 200,000 هيدفع 100,000 الدوله اللي هتاخده. انا كناشر انا عايز اوقف هذا الموضوع. انا عايز اوقف هذا الموضوع. لابد التعديل اللي احنا عملناه لازم يكون الحبس موجود. اول مره وثاني مره. حتى لو قللنا الغرامه الناس مش هتقلل الغرامه لكن الحبس لازم موجود. ده ملاحظه كنت بقولها. ملاحظه ثانيه لاستاذنا الكريم الدكتور معلش اسمه دكتور ابراهيم انا اسف دكتور ابراهيم حضرتك اتكلمت بشكل استفاضه عندك نوع من الهموم اللي موجوده كتير جدا بس عايز اصحح لك معلومه حكايه ان الكتاب اللبناني رغم ان انا الدار بتاعتي اسمها الدار المصريه اللبنانيه وبدايه عملي في هذا القطاع النشر بدا في لبنان بعد 5 سنين لكن عايز اقول لحضرتك ان الكتاب اللبناني لما صار في اواخر الستينات والسبعينات والثمانينات كان اصلا بسبب الاجراءات التعسفيه التي اتخذت في الستينات ضد الناشرين. لا في الات طباعه حديثه ولا في ورق حديث حتى الناشرين كانوا بيروحوا بيعوا كتبهم
200 ليره عن 200 ليره او 300 ليره والمؤلفين زادوا. لكن كل الكتب اللي انت حضرتك شفتها بشكل راقي لا نختلف الطباعه، يعني بلد مطبوعه عندها اداه طباعه، احدث اداه طباعه كانت موجوده، لكن المحتوى كله مصري، المحتوى كله مصري، حتى كتبنا ذهبوا الى البلد. دي حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك ارجو ان تبصم كل الناشرين على انهم بياخدوا فلوس من الكتاب. هذه الظاهره فقط موجوده في الابداع. بعض من يتوسط في نفسه انه مبدعا بيحاول ان ينشر الابداع بتاعه ويذهب الى بعض دور النشر اللي هي لسه ظاهره حديثا وبياخدوا منه فلوس. اما دور النشر الراسخه اعتقد انه ما ياخدوش فلوس. الحاجه الثالثه يعني دكتور حسام مبسوط ان هو طبع كتابه لانه مر بتجارب كثير جدا. على فكره دي احد اثار تجارب صناعه النشر المصري. ان الدكتور او المؤلف يطبع تبع السنه ويدوخ ما بين دار الجيله بعد ما بعدوش حاجات من الحاجات دي، وان كان دي من عوامل مش موجوده بره، يعني ممكن تكون موجود في النشر الاجنبي ان يبقى من احد الاتفاقيات ان المؤلف يساهم في تكلفه الكتاب. اما ان المؤلف يطبع على حسابه ويحطه من اي مكان مكان ده احدث اختراع صناعه النشر. فانا بس حبيت اقول الملاحظه دي بخبرك بشرف هذا المجال. حكايه ان كل المشاريع ما بتفوز، لا كل المشاريع بتفوز. هم فئه واحده ان هم بيدعوا انهم مبدعين، وللاسف الشديد بيحط لك كارت ان هو عضو اتحاد الكتاب وعايز يشوف كتاب وهي شكله، وبالتالي بيضحك عليه على فكره. بيضحك عليه. بيضحك عليه لانه هو عباره عن 1000 نسخه بعد 100 نسخه بعد منه ما بقاش دلوقتي 1000 دولار 2000 جنيه، لو توصل دلوقتي 2000 دولار 3000 دولار مفهوم. الحاجه الاخيره حكايه الكتاب الرديء اللي هو بيتبع دلوقتي للطلبه الجامعيه. افتكر انه السبب هو مكتبه الجامعه والدوله، لان الدوله تعلم علم اليقين ان الكتاب الجامعي جزء من ده من دخل الاستاذ الجامعي وتتغاضى عن هذا الموضوع. لكن الاستاذ الجامعي ما بيقومش كله ما بيعملش، بيحاول ان هو يكسب باي شكل من الاشكال اكبر قدر ممكن من الربح، فبالتالي بيطلب المواصفات دي. وفي نفس الوقت هو بيعمل كتاب واللي عنده شغل بين السنوات بيبيعوا له كتاب بيرجعوا تاني يبيعوا له حاجات كلها. لكن في دور ماشي موجود، ما في عندك دار المعارف لو تطبع كتاب جامعي، يعني اذا كان كتاب القانون، وفي عندنا نهر العربيه، وفي دور دار التفكير الجامعي، في دور ماشي بتاع مقر وتطبع كتب. لكن المواصفات دي للمقر، وانا مريت التجربه دي مع كذا واحد، يعني بيشتغلوا على لب الورق اللي هو لما بيقشر المقره الورق اللي بيترمى بيطبع عليه. واسف للطلبه، شكرا. بتكلم على انت تقول الاسماء اللي ذكرتها من الناس
البعض دول دي هم اللي هم اللي عملوا معاك مليار مليار بيطلعوا بدون ما اذكر اسماء. الكتاب الرديء فعلا بنتكلم فيه كتاب رديء، وبالتالي الطالب او الشاب مش هيقبل على القراءه. فاحنا ما تقوله حضرتك وما اقوله يدخل من مشكات واحده، مفيش اختلاف. شكرا. شكرا دكتور. تفضل دكتور. سريعا يعني خرجت على استاذ شريف واستاذ علينا في الجزء الخاص بالبيانات والاحصائيات. اعتقد انه يعني نقدر ان انا طبعا نتعامل ده يساعدني ومشرفني سواء مع حضرتك او مع احد المسؤولين، وعندي كمان ارقام خاصه بموضوع الدفع الالكتروني وعدد المحافظ الالكترونيه الموجوده النهارده وشركات الدفع الالكتروني اللي تم التنفيذ بيها جوجل قانون البنك المركزي الجديد والمحتويات الدفع الالكتروني الجديده الحقيقه ان قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي اللي عملها كليه الشرف فيها لجل يعني واحد من اللي اعدوا هذا القانون والحاجات التنفيذيه وعدد الكيو ار كود اللي بقت الناس بتستخدمها في عمليات الدفع الالكتروني بشكل كبير جدا. فده فيما يتعلق بالدفع الالكتروني. الحقيقه عندي مشكله بس فيما يتعلق بالمصطلحات. تمام؟ مصطلح التحول الرقمي ومصطلح المعارض الافتراضيه. حضرتك المصطلح ده كبير جدا وليه توازن متعدده، وبالتالي لما حضرتك تيجي تقول لي التحول الرقمي بتعمله مع معرض فرانكفورت فحضرتك بتعمله في اطار الطباعه الرقميه، في اطار انه انا ببص على ماكينات الطباعه، ده المفهوم اللي جالي او الطباعه اللي يعني جالي اول ما قلت معرض فرانكفورت والتحول الرقمي. التحول الرقمي الحقيقه فيه يعني مجال واسع جدا اننا نتكلم فيه، وبالتالي لازم نبقى بنحدد السكوب بتاع عمليه التحول في صناعه الملك وهناخدها انهي مديولز او انهي يعني مجالات او قطاعات عشان نقدر اننا نشتغل فيها. نفس الحكايه الحقيقه بالنسبه للمعارض الافتراضيه، لانه المعرض الافتراضي من وجهه نظري قد تكون مختلفه تماما عن المعرض الافتراضي اللي انتم عملتوه بوجود الذكاء. مسألة يعني الأرقام والإحصائيات الحقيقة مسألة غاية في الأهمية. من غير الأرقام والإحصائيات الأدوات لا في حكومة هتتحرك ولا في تشريع هيطلع، تمام، ولا في حاجة هتحصل. هنفضل نتحول لمكلمة، أوكي، مفيش حد حاسس بالقيمة الحقيقية اللي موجودة. الارقام ما بتكذبش، وبالتالي وانس ان انا قدرت ابرز قضيتي بارقام وبقيم ماليه اعتقد انه الوضع هيختلف تماما. عندي بس يعني اخر ملاحظه متعلقه بتشديد العقوبه. انا الحقيقه ضد تشديد العقوبه، وخليكم فاكرين رايي، انا ضد تشديد العقوبه، انا مع تفعيل القانون بطريقه افكتيف. القانون ما بيتطبقش فعليا، تشديد العقوبه هيخلي القضاه يروحوا للبراءات. تمام؟ حضراتكم انتوا كنتوا لسه بتتكلموا على انه نسبه الوعي في المجتمع 4%، مع عدم اتفاقي مع النسبه يعني، انما هقول ان نسبه الوعي اعلى من كده حبتين. في الاخر القاضي وكيل النيابه هو جزء من هذا المجتمع. المحامي هو جزء من هذا المجتمع، وبالتالي مش هيروح لعقوبة الحبس من أول مرة، تمام؟ وهو شايف إن هو بيعمل ده بيته، وهو شايف إنه بيعمل ده مع أولاده، وهو شايف إنه بيعمل ده في حياته العادية، وهو بيشتري ساعة مضروبة، وهو بيشتري مادة مش أصلية، وهو بيشتري ساعة قلم مش عارف إيه. خلينا بس يعني أنا راجل بحب أبقى داون تو إيرث جدا وعملي جدا، وبالتالي مهم جدا وأنا ببص على النصوص أبقى باصص عليها، هو المجتمع هيبقى قابل ده ولا لأ، أو التطبيق هيبقى قابل ده ولا لأ. أنا آسف لو قطعت. شكرا دكتور. الحديث يعني له شغل ومحتاجين نعرف. انا ما يعرفش. اتفضل. وسؤالين وجهين تاني. حضرتك سالتني فيما يتعلق ايه الدور اللي ممكن نعمله. القانون هيخرج من
مجلس الوزراء هيرسل الى اداره التشريع لوزاره العدل، ثم يطرح حوار مجتمع من خلال مجلس النواب، استعدتوا احتجمتوا عشان صوتكم يبقى عدل. ممكن تكون الاستاذ محمد رشاد التعديل مزاج الوعد في مجال الحاج ناشئين المصري في رئاسه حضرتك في ذلك الوقت، ثم اعتمدوا مجلس الاداره بعد كده والاهل مازال ما هو زي ما هو، بس احنا عندنا مقاومه شديده جدا بانقاص العقوبات، لان برضه زي ما محمد اتكلم دلوقتي ان في اتجاهات، في ناس بيركزوا على فكره يقول لك دفعوا العقوبه من هنا سخن، واحد يقول لك لا حط له الحبس سنه واحبسه. فطبعا وجهتين النظر دي اسمها ايه الفلسفه التشريعيه؟ لان الفلسفه التشريعيه ليها ناس كثيره جدا، ففي بعض الناس من انصار عدم تشديد العقوبات. وده موجود في العالم كله ومش في الجرائم بتاعتنا فقط. انما المهم ان مشروع القانون ده زي ما هو موجود مستقرين عليه، وان شاء الله ربنا يوفق المره دي. شكرا دكتور حسام يعني على ردك الجميل، وشكرا للدكتور محمد الجازي، شكرا للدكتور ابراهيم الياس، بشكر كل الحضور والزملاء اللي كانوا في الكتاب والنشر، يعني ان شاء الله نكون قاعدين مع بعض لاستكمال المسيره. شكرا.